ايه ده؟ المكان ده مش غريب عليا، انا جيت المكان ده قبل كده، انا مريت بنفس الاحداث دي قبل كده، انا متاكد. نفس قعده القهوه مع عاطف ويحيى وإيهاب، وكنا بنقول نفس الكلام بالظبط. عمرك جالك الاحساس ده قبل كده، انك تحس انك عايش مشهد مريت بيه قبل كده بكل تفاصيله، وتحس ان الكلام اللي بيتقال مش جديد وانك سمعته قبل كده، وجالك احساس انك هتتجنن من غرابه الموقف ومش لاقي له اي تفسير؟ احب اقولك ما تقلقش، انت تمام وزي الفل. كل اللي بيحصل لك ده اسمه ديجافو، وده مصطلح فرنسي معناه تم رؤيته سابقا، وبيحصل لحوالي 70% من سكان العالم، وبيحسوا بنفس شعور انهم مروا بالموقف ده قبل كده. فاطمن انت مش لوحدك، وكعادة اي ظاهرة غريبة بيظهر دايما تفسيرات كتير ليها، في منها المنطقي وفي اللي مجرد خيال. في الفيديو ده انا هتكلم على ظاهرة ديجافو او وهم سبق الرؤية، وهنعرف ايه السبب في حدوثها، وهل فعلا بتكون مريت بالمواقف دي قبل كده ولا ده مجرد وهم. بس قبل ما نبدأ، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة. ولو عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بعمل لايك للفيديو. اهلا وسهلا بيكو، انا عماد عصام، وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. ديجافو او وهم سبق الرؤية. ديجافو هي كلمة فرنسية معناها اوريدي سين، يعني سبق رؤيته، وهو ده بالظبط معنى الظاهرة، لان ديجافو هي الوقت اللي بنحس فيه اننا مرينا بنفس الموقف ده قبل كده، نفس المكان والاشخاص والكلام اللي بيتقال بالظبط. وبعض علماء النفس بيقسموها لثلاث انواع: تم رؤيته سابقا، وتم الشعور به سابقا، وتم زيارته سابقا. وخليني في الاول اقولك على بعض التفسيرات الخيالية الشائعة لتفسير الظاهرة دي، واللي ملهاش اي دليل علمي وبالتأكيد مرت عليك بشكل او باخر. يعني في مثلا اللي بيقول ان السبب في الظاهرة دي هو ان الجنين في بطن الام بيمر عليه شريط حياته من لحظة ولادته لحد ما ماته، فبالتالي اي موقف بيحصل له في الحياة هو شافه قبل كده، وممكن يجيله ومضات من شريط حياته اللي شافه في بطن امه اللي بتخليه يحس انه مر بالموقف ده قبل كده. وفي اللي بيقول ان السبب في وجود اكوان موازية للكون اللي احنا عايشين فيه، اللي بيعيش فيهم اشباهنا، واللي بيكونوا مروا بالفعل بنفس الموقف اللي احنا فيه ولكن في عالم موازي لينا. والديجافو بتحصل لنا لما بيختلط وعينا بوعي اشباهنا من الاكوان دي، وده بيخلينا نحس اننا مرينا بالمشهد ده قبل كده. وفي اللي بيقول ان السبب اننا بنشوف في اوقات كتير مستقبلنا في الاحلام، وده بيخلينا لما نمر بموقف معين بنحس اننا شفناه قبل كده، والحقيقه هي اننا شفناه في الحلم. ولو شايف ان النظريات دي غريبه يبقى خد الاقرب. نظريه ما قبل الولاده او الحياه السابقه، اللي بتقول اننا قبل ما نتولد ارواحنا كانت عايشه حياه سابقه في اجساد اشخاص توفوا قبلينا، اللي هي نظريه تناسخ الارواح اللي اتكلمت عنها بالتفصيل في فيديو قبل كده. واحساسنا باننا مرينا بنفس الموقف ده قبل كده بيبقى بسبب تشابه في ذكريات الاشخاص السابقين لينا مع الموقف اللي بنعيشه. وفي بعض اختصاصيين الباراسايكولوجي او علماء تفسير الظواهر الخارقه للطبيعه بيربطوا ظاهره ديجافو بالحاسه السادسه، اللي هي عباره عن القدره على رؤيه احداث قبل حدوثها بلحظات قليله، وده اللي بيخليهم لما بيمروا بالحدث نفسه بيبقى بالفعل مر على عقلهم قبل كده. وبالرغم من عدم وجود اي ادله علميه على اي نظريه من دول، الا ان عدد كبير من الناس مؤمنين بيها، وده لان الناس في العموم بتفضل انهم يقتنعوا بالاشياء الغريبه والخياليه اسهل من انهم يقتنعوا بالتفسيرات العلميه الصحيحه. وده بيخلينا نسال سؤال: يا ترى ايه هو السبب العلمي الحقيقي لظاهره الديجافو؟ على الرغم من انتشار الظاهرة دي بين الناس بمعدل انها بتحصل لشخصين من كل 3 اشخاص وبتتكرر على الاقل مرة في السنة، الا ان عدد قليل من الابحاث هو اللي بيناقش الموضوع بالتفصيل، وده لان الظاهرة دي ملهاش اي اثار جسدية او حتى عقلية نقدر ندرسها. واول واحد اتكلم على الظاهرة دي سنة 1876 هو عالم النفس والفيلسوف الفرنسي ايميل بوارك، وهو كان اول شخص يطلق مصطلح ديجافو في كتابه مستقبل العلوم النفسية. وعلى الرغم من انه ما اتكلمش على الموضوع بالتفصيل، ولكنه فتح الباب لعلماء من بعده كتير اللي بداوا يفكروا في نظريات كتير بتحاول تشرح سبب حدوث الديجافو. وكان من اشهر النظريات في وقتها هي نظريه العالم الشهير سيجموند فرويد، مؤسس علم النفس التحليلي، واللي اعتقد ان الديجافو هي نتيجه رغبات او ذكريات مضطربه بتتعلق بحدث لم يعد بامكان ذاكره الشخص الوصول ليه. والعلماء قسموا الناس اللي بيمروا بالديجافو نوعين: النوع الاول وهم المرضى، وبالتحديد مرضى الصرع، اللي بيحكوا انهم قبل نوبات الصرع مباشره بيجيلهم احساس بالديجافو او وهم سبق الرؤيه، وبيحسوا ان كل اللي قدامهم ده هم مروا بيه قبل كده. ده غير ان الظاهره دي بتصاحب امراض تانية زي القلق والاكتئاب والانفصام. اما النوع التاني وهو الاشهر واللي بيحصل مع الناس الطبيعيين الاصحاء وبيبقى دليل على صحه الذاكره وسلامتها، وان الناس اللي بيمروا بالظاهره دي بيبقوا اقل عرضه لنسيان الاحداث المهمه في المستقبل. وعشان كده الظاهرة دي بتحصل كتير في أعمار من 15 ل 25 سنة وبيقل كل ما زاد السن.
والعلماء توصلوا لأربع نظريات اللي بتفسر حدوث الظاهرة دي. النظرية الأولى نظرية تشتيت الانتباه، زي انك تكون بتشغل العربية فبيكون انتباهك بالكامل على الفعل ده، لكن لو جه فاصل معين زي ان الموبايل يرن وبعدين ترجع تاني بانتباهك لانك تشغل العربية، فالمخ بيعتقد ان الجزء الاول من الفعل من الماضي والجزء التاني هو الحاضر، فتبدأ تسأل نفسك انا عملت ده قبل كده؟ والحقيقة انك فقط بتستكمل الفعل بعد تشتيت انتباهك. النظرية التانية هي نظرية الذاكرة، وهنا السر في ان حواسنا بتلقط في اليوم الواحد عدد كبير جدا من المعلومات عن طريق البصر والسمع واللمس والشم، ولكن معظم المعلومات دي المخ ما بيهتمش بيها ومش بيترجمها، وبالتالي انت مش بتدركهم، لكنها بتتخزن في الذاكرة المؤقتة. عشان كده لما يحصل موقف مشابه او حواسك تتكرر عليها المعلومة تاني، عقلك بيبدأ يعالج المعلومة القديمة اللي كانت تسجلت في الذاكرة المؤقتة، فتبدأ تحس فعلا بانك مريت بالموقف ده قبل كده. والنظرية الثالثة نظرية الهولوجرام، واللي اخترعها عالم النفس الألماني هيرمون سنو، على أساس تصوره بأن مخنا بيخزن الذكريات في شكل صور أو أجزاء صغيرة جدا، ووقت ما بنستجمع ذكرى معينة فالأجزاء دي بتتجمع مع بعض في الآخر علشان تكون لنا الصورة الكبيرة زي الهولوجرام بالظبط. واللي بيحصل ان في وقتنا الحالي في حياتنا اليومية ممكن عيوننا تلقط صورة صغيرة بتشبه صورة الذاكرة كونتها قبل كده، فيبدأ إحساس الديجافو. والنظرية الرابعة والأخيرة اللي هي الديوال بروسس، اللي طرحها العالم ريبورت إيرفورن سنة 1963، لما اكتشف ان كل المعلومات اللي بتدخل مخنا بتتخزن في الجزء الصدغي من نصف المخ الأيسر، وجزء ده بتوصله المعلومات مرتين، مرة بطريقة مباشرة من العين اليمين ومرة بطريقة غير مباشرة من العين الشمال، اللي بترسل إشارتها للفص الأيمن اللي بيرسلها للفص الأيسر علشان يخزنها. والطبيعي ان في العملية دي الإشارات بتتأخر أجزاء من الثانية، لكن لو فترة التأخير دي زادت عن المعدل الطبيعي، المخ بيفترض ان الإشارة الأولى اللي جات له من العين اليمين كانت عبارة عن ذكريات قديمة لحاجة حصلت في الماضي، وان الإشارة اللي جاية من العين الشمال لحاجة جديدة بتحصل في الحاضر، ولكن الحقيقة انهم نفس الموقف وبيحصل في الحاضر فقط، وان الذكريات دي لسه متشكلة في دماغنا من أجزاء من الثانية، وده اللي بيخلينا نحس ان الموقف بيتكرر، وده اللي بيحصل في الديجافو بالظبط. ونظرية الديوال بروسس هي النظرية الأكثر منطقية واللي اتفق عليها أغلب العلماء. وبكده يا صديقي تكون عرفت كل شيء عن الديجافو، وانه مجرد خداع بيحصل في دماغنا نتيجة ايرور بسبب وجود تعارض او مجرد اضطراب عرضي في اجهزة الذاكرة، والموضوع ملوش اي علاقة بالتفسيرات الميتافيزيقية ولا حاجة. وفي النهاية اتمنى يكون الفيديو كان مفيد، ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك، ولو عندك وقت بص على الفيديوهات التانية في القناة، ولو حابب تشوف المصادر انا سيبها لك كالعادة تحت الفيديو في الديسكريبشن، وشكرا.